فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار؟ قلنا إذا كان هناك غبار، النبي ما أعرف شيء من هذا، لكن القاعدة أنه إذا كان هناك غبار طاهر على جدار، على حصى، على كيس، على سيارة، على أي شيء غبار طاهر، يتيمم، يضرب عليه ويتيمم، غبار يعلق باليد. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.